يتعجب الناس أن الله يصمت رغم فجورهم، رغم شرورهم، رغم نجاساتهم، رغم ميولهم الشريرة من الداخل. أخوة الأحباء نقرأ لأجل تعزيتنا من كلمة الله من إنجيل متى وأصحاح 26. إنجيل متى وأصحاح 26 نقرأ من عدد 57. متى 26 من عدد 57. والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ،
أما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا، ومع أنه جاء شهود زور كثيرين لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال: هذا قال أني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى الشهود؟ ها قد سمعتم تجديفه، ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوجب الموت. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه قائلين: تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي. فأنكر قدام الجميع قائلا: لست أدري ما تقولين. ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى وقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. وبعد جليل بعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. وللوقت صاح الديك، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. مسيح صامت، مسيح صامت في عدد 63: وأما يسوع فكان ساكتا. أما يسوع فكان ساكتا. ربما هذه من مشاهد الجمال والروعة في سيدنا المبارك، أنه في مشهد كهذا كان صامتا، كان صامتا. وربما إخوة الأحباء لا يستطيع إنسان منا في مشهد كهذا أن يكون صامتا، لكن الإنسان يسرع للكلام. لكن الرب له كل المجد، ونحن نراه في هذا المشهد في محكمة الظالمين عندما قبض عليه، اقتيد إلى بيت رئيس الكهنة ودبرت المؤامرة على قتله. ثم اجتمع مجمع شيوخ السنهدرين، والغريب أن الرب قاضي القضاة الذي يرى ويعرف كل شيء كان صامتا في المشهد، لم يتكلم طوال المحكمة إلا في نهايتها. لعله إخوة الأحباء في هذا المشهد يعطينا عدة صور عن شخصه كالإله الصامت في محكمة الظالمين، وهي تقدم لنا روعته أمام بشاعة البشر. أولا، مسيح صامت ليراقب الخطاة المتدينين. غريبة
إن الكتاب بيقول هذه الكلمات إخوة الأحباء في عدد 59 متى 26-59. كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. لاحظ أنه صامت ليراقب، هو يراقب ومن غيره يراقب، هو يستطيع أن يرى قلوبنا، لا تخدعه الملابس. إنه يراقب رؤساء كهنة، إنه يراقب شيوخ إسرائيل، إنه يراقب المجمع كله، وهم يطلبون أن يقتلوه بشهادة زور. أمر غريب للغاية أنه من الخارج الملتفين من حوله رؤساء كهنة، شيوخ الشعب، المجمع كله أو الهيئة الدينية كلها، وقد اتفقوا إخوة الأحباء على أن يقتلوه. ودعني أقول في هذا الصباح، مسيح يراقب الخطاة الذين لبسوا ثياب التدين، لكنه هو لا يخدع بثياب التدين، هو لا يخدع بالمظهريات الخارجية ولا الشكلية، لكنه هو يستطيع أن يرى من الداخل. ودعني أقول لك في هذا الصباح، كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله، لماذا كانوا يطلبون أن يقتلوه؟ الحقيقة إخوة الأحباء المرة، لأنهم لم يقبلوا. وما تنتظرش من إنسان يلبس ثياب التدين لم يقبل المسيح إلا فساد داخلي، مرارة داخلية، قتل، شهادة زور، التواء، التفاف. قد يداري الناس داخلهم بمظهر خارجي ينم عن التدين، ينم عن التقوى. قد نخدع نحن بهم، قد يخدع الناس بهم، لكن المسيح الصامت، الله الذي في المشهد، يراقب كل شيء ويرى كل شيء، فهو يعرف حقيقة قلوبنا. أليس هذا الذي قيل عنه إخوة الأحباء في سفر الرؤيا أصحاح 1:12-17؟ عيناه كلهيب نار تخترقان أستار الظلام. هو بيشوف في الظلمة كما يرى في النور، عيناه لا تخدعه إطلاقا، لأنه يرى أفكار القلب، يرى مقاصد القلب، يرى دوافع القلب، يرى كل شيء. فهو داود في مزمور 139 يقول له كده: اختبرني يا الله واعرف قلبي. ما حدش يعرف قلبي غيرك، ما حدش يفحص قلبي غيرك. عشان كده كان صامتا، يتعجب الناس أن الله يصمت رغم فجورهم، رغم شرورهم، رغم نجاساتهم، رغم ميولهم الشريرة من الداخل. لماذا هو صامت؟ لأنه هو يراقب كل شيء ويرى كل شيء. إخوة الأحباء، إن كان داود يقول اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان في ميلا باطلا واهدني طريقا أبديا. في هذا الصباح إخوة الأحباء، مسيح صامت يراقب خطى متدينين، وما أكثر المتدينين المخدوعين، لكنهم هالكين لأنهم
أرادوا أن يقتلوا لأنهم لم يقبلوا. والحقيقة إخوة الأحباء أن عدم قبوله جريمة بشعة. فيقول الكتاب في إنجيل يوحنا أصحاح 1:12: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. مهما كان تدينك، إن لم تقبل المسيح في القلب فأنت مخدوع، وهو يراقبك وهو صامت. لكنه مسيح صامت لا ليراقب خطاه متدينين، لكن لكي يستمع إلى شهود زور كاذبين. غريبة إنه يقول كتاب هذه الكلمات. كان رؤساء الكهنة، عدد 59، كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور، شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ودعني أقول لك، لم يجدوا لأن يسوع الصامت ده صاحب الكمال المطلق، الذي قال: من منكم يبكتني على خطيئة؟ يفتش الناس بسبب خطاياهم على عيوب في الرب، لكن كلما تأملوا وتعمقوا في شخص الرب يكتشفوا أنه هو القدوس الذي انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. زي ما قال الأخ الحبيب: حلق حلاوة وكله مشتهيات. ده لا توجد فيه عيبة على الإطلاق، لكن هم اجتهدوا أن يوجدوا شهود زور، وهو وقف صامت ليستمع إلى شهود الزور فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور، عدد 60، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال هذا، قال: إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. قال يسوع هذا الكلام حقا، لكن العقل الذي لا يفهم ما لله يخطئ في فهم حق الله. ما أكثر الكثيرين الذين لا يستوعبون الحق في كلمة الله فيحرفونه لهلاك نفوسهم. لم يقل الرب أنه سينقض الهيكل الحجري ويقيم في 3 أيام، لكنه كان يتكلم عن هيكل جسده الذي كان مزمعا أنه يذهب للموت ثم يقوم. ودعني أقول لك في هذا الصباح، ما أكثر الذين يحرفون كلمة الله، يشوهون كلمة الله، يسيئون فهم كلمة الله، يا إخوة الأحباء، ما أكثر شهود الزور الذين وقفوا في المجمع ليتحدثوا عنه، بينما هو إخوة الأحباء كان صامتا يستمع. يا إخوة الأحباء، يقول الكتاب: سنعطي حسابا عن كل كلمة بطالة نتفوه بها. رب مش بيراقب قلوبنا من الداخل، لكن بيراقب أيضا ألسنتنا وكلماتنا. بقول له كده في مزمور 139: فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي زريت. كل كلمة في لساني أنت عرفت، أنت عارف كل حاجة. دعني أقول لك في هذا الصباح، إن كان الله في المشهد صامت، لكنه صامت لأنه يصغي بأذنه إلى كل كلمة تخرج من أفواهنا. إنه صامت لأنه يستمع، هو يراقب وهو أيضا يستمع. وهذا إخوة الأحباء في حد ذاته أمر عجيب في إلهنا، لكنه أيضا مرعب لكل إنسان، إخوة الأحباء، يتصور أن الله لا يراه،
أن الله لا يسمع، كلا إنه يرانا وإنه أيضا يستمع إلينا. عشان كده يقول له كده: حط حارس على شفتي فيما العدو مقابلي. يعني لما الشيطان يستفزني يا رب حط حارس على شفتي عشان ما يخرج من شفتي كلام بطال، لكي لا يخرج من شفتي كلام ملتوي، لكي لا يخرج من شفتي كلام تذمر، لكي لا يخرج من شفتي كلام بغضة، لكي لا يخرج من شفتي كلام يشوه الآخرين. هو يستمع. إخوة الأحباء، دعوني أقول لكم روعة المسيح أنه في مزمور 116 يقول: أمال إلي أذنه، بس إمتى؟ وأنا بصلي. لكن أيضا إن كان يميل بأذنه لكي يستمع صلاتنا، لكنه أيضا يميل أذنه لكي يستمع كلماتنا. وإحنا ما بنصليش إيه اللي بنقوله؟ عشان كده مسيح صامت يراقب خطاه متدينين، لكنه مسيح صامت يستمع لشهود زور كاذبين. لكنه أيضا إخوة الأحباء مسيح صامت ليرد تلميذ سقط بين الآثمين. مسيح صامت ليرد تلميذ سقط بين الآثمين. يختم الأصحاح بقصة سقوط بطرس إخوة الأحباء. كان في المحكمة صامتا، لكنه كان يصغي إلى ما يحدث في الداخل وفي الخارج. قبل القبض عليه قال له في لوقا 22 وعدد 31: سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. كان هذا تحذيرا من الرب العارف بكل الأمور، من الرب الخبير المدرك لكل ما سيأتي. نعم، لم يكن هناك شيء مخفي عن عينيه إطلاقا، فهو الذي يرى كل شيء إخوة الأحباء، ويحيط ويعرف كل شيء. عوضا عن أن يتضع بطرس أمام التحذير الإلهي، يا إخوة الأحباء لما يحذرنا الرب علينا أننا نتضع أمامه. لما يحذرنا الرب في الكلمة الإلهية علينا أن نتضع أمامه. لما يحذرنا الرب من خلال خدامه علينا أن نتضع أمامه. لما يحذرنا الرب من خلال الترنيم علينا أن نتضع أمامه. لا أننا نأخذ تحذيراته إخوة الأحباء بالكبرياء. أخذ بطرس تحذيرات الرب بالكبرياء بدلا من أن يخاف ويأخذ كلمات الرب على محمل الجد. قال الرب: إن شك فيك الجميع أنا لا أشك. وكأنه عاوز يقول للرب: أنا عارف حقيقتي أكثر من أنك أنت تعرفني. والحقيقة يا إخوة الأحباء هذا خداع آخر. فيه المسيح الصامت يرى ويسمع، وفي النهاية يرد مؤمن قد سقط متصور أنه يعرف ذاته أكثر من الرب. قال بطرس للرب: أنا مستعد أن أمضي معك إلى الموت. لكن الرب قال له قبل أن يصيح الديك: مرتين تنكرني، ثلاث مرات. إخوتي الأحباء، جاء وقت التجربة، ودخل بطرس إلى التجربة دون أن يصلي في بستان جسيماني. قالوا من رب: اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. لكن عوضا عن الصلاة والسهر ناموا جميعهم. وهنا إخوة الأحباء أعطيت الفرصة لإبليس على الانتصار على
رجل الله بطرس. وقف يقول الكتاب إخوة الأحباء في هذه الفقرة الكتابية كيف سقط بطرس. يقول الكتاب في عدد 57 و58: أمسكوا بيسوع ومضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتب والشيوخ. يقول وأما بطرس فتبعه من بعيد. تبعه من بعيد. لماذا تبعه من بعيد؟ عاوز يقول انه انا معاك وفي ذات الوقت انا مش معاك. هو يتبعه من بعيد، هو ماشي من بعيد حاطط عينيه عليه. يقول الكتاب هذه الكلمات إخوة الأحباء: وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. هو بيراقب النهاية، عاوز يعرف النهاية، مع أن الرب قال أنه ماضي للصليب، مع أن الرب قال أنه ماضي لكي يموت من أجلهم، مع أن الرب قال أنه لابد أن يحمل خطاياهم ويموت على الصليب فدية عن نفوسهم. نعم إخوة الأحباء، لم يأتي ابن الإنسان ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذه كانت النهاية، لكن بطرس كان متوقع نهاية تانية. والحقيقة أن النهاية التي كان يتوقعها بطرس سقوطه هو. لقد سقط، سقط إخوة الأحباء، كان سقوطه بشعا ومرعبا، لأنه سئل 3 مرات عن شخص المسيح فأنكر أنه لا يعرفه. لكن إخوة الأحباء، المسيح الصامت في مشهد المحاكمة عندما صاح الضيق، يقول الكتاب التفت الرب ونظر إلى بطرس نظرة صامتة من مسيح صامت، لكنها أذابت قلبه من الداخل، فخرج خرجا وصار يبكي بكاء مرا. خرج إلى خارج. نعم إخوة الأحباء، في هذا الصباح إن مسيحنا الصامت رغم أنه يرى ويراقب ما يحدث في حياتنا كمؤمنين، لكن مع هذا إخوة الأحباء عندما تزل أقدامنا يسرع إلينا، لا يتوانى، لا يتوانى. دعني أصور لك هذا المشهد الرائع عن الرب. لقد ترك الرب كل المحكمة وكل ما يدور فيها، رغم أنه كان يسمع ويراقب، لكنه تركها كلها وانصب اهتمام عينيه وقلبه على بطرس الذي في الخارج. ودعني أقول لك في هذا الصباح، هو يحبنا، هو يراقبنا، وعندما تزل أقدامنا زي ما قال داود في مزمور 23 وعدد 3: يرد نفسي، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إخوة الأحباء، لقد رد الرب نفس بطرس، نظر إليه في صمته واستطاع أن يأسر قلبه، بكى بكاء مرا لأنه حذره فلم يستمع. وأنا عايز أقول إخوة الأحباء، هو يراقب ويسمع كل شيء. مع الخطاة الآثمين يرى كلمات الكذب، مع الخطاة المتدينين يرى الصورة الخارجية لكنه يعرف حقيقة القلب، لكن مع المؤمنين المغسولين بالدم عندما يسقط ويزل يسرع إليهم، يمد يد المعونة، ينتشلهم، يقيمهم، يحييهم، يعطيهم إخوة الأحباء ردا لنفوسهم إلى شخصه، يشعرهم بالمحبة. إخوة الأحباء، إنما جعل بطرس يبكي إخوة الأحباء نظرات الحب والحنان التي كانت في عيني الرب عندما التفت إليه. يا إخوة الأحباء، بهذه النظرات قال له مرة ثانية عندما سقط وأخذ 6 من التلاميذ وذهب ليتصيد، نظر إليه بعينيه المملؤتان بالحب وقال له: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟
3 مرات، وكأنه عاوز يقول له أنكرت 3 مرات، لكن في 3 مرات أنا بحبك، أنت بتحبني بنفس مقدار محبتي. وأنا عايز أقول إخوة الأحباء، لكل نفس في هذا الصباح تعثرت في الطريق، أن الرب ينظر إليك بعيني الحنان ليرد نفسك. نعم، هو يرد نفسي من أجل اسمه، أي من أجل محبته، من أجل محبته. لكن إخوة الأحباء، خرج المسيح عن صمته في نهاية المحكمة، خرج المسيح عن صمته. رابعا، ليعلن أنه المسيح ابن الله الفادي. يقول كتاب في عدد 63، متى 26-63، فقام رئيس الكهنة وقال له: أما تجيب بالشيء؟ أنت صامت ساكت بتراقبنا وبتسمعنا ومش عاوز تتكلم، كأنه عاوز يقول له من فضلك اتكلم. وقال له: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ أما يسوع فكان ساكتا. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله الحي؟ قال له يسوع: أنت قلت. يا إخوة الأحباء، إنه يعلن أنه هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله. تعبير إخوة الأحباء يكنى به أنه له الطبيعة الإلهية. ليس ابن الله كلمة تعني أن الله له صاحب، بيقولوا كده: سبحانك يا من ليس لك صاحب أو ولد. نحن لا نؤمن أن الله تزوج العذراء مريم وأنجب منها المسيح، هو فكر نجس، نحن لا نؤمن به. لكن نحن نؤمن إخوة الأحباء أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هو بيقول كده، أو الملاك قال كده للعذراء القديسة مريم في لوقا أصحاح 1:35، قال لها: الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني ايه ابن الله؟ يعني القدوس المولود، القدوس المولود. بيقول له: انت المسيح ابن الله. جبتها منين دي؟ دي من مزمور 2، ودي من أشعية 9:6: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. من هو هذا الابن؟ قال: عجيب، مشير، الله القدير، أبو الأبدية، رئيس السلام. في مزمور 2 يقول هذه الكلمات: إخوة الأحباء، أنت ابني أنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا وأقاص الأرض لك ملكا. لقد مسحه على جبل صهيون ابنا له. وهنا إخوة الأحباء، أعلن المسيح أنه هو صاحب النبوة في مزمور 2: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح أو المسيح أو يهوى. هل أنت يهوى ابن الله؟ قال له: أنت قلت. لاحظ، المسيح خرج عن صمته لكي يعطي الإعلان عن شخصه. وفي هذا الصباح أقول إخوة الأحباء، يا من تبحث عن من هو يسوع، يسوع هو زي ما بيقول الكتاب في تيموثاوس الأولى الثانية الأولى أصحاح 3:16: بالإجماع عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نعم إخوة الأحباء، الكلمة صار جسدا، حل بيننا. إخوة الأحباء، أجاب وقال: أنا هو أنت قلت. في الأرامي يقول: أنا هو أنت قلت. قال له:
أنا هو، أنا هو أي أنا يهوى، هي أنا هو يعني أنا الكائن. لما قال أنا الكائن لأنه مرضيش يصدق مزق صيامه، ما هو إخوة الأحباء من البداية رافض أن يقبلوا، وعشان كده إخوة الأحباء كل نفس لا تقبلوا بيقول عنها الكتاب هذه الكلمات: كم عقابا أشر تظنونه مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح الحكمة. من يزدري بمسيح النعمة، من يزدري بإله كل نعمة اللي مكتوب عنه إخوة الأحباء: الكلمة صار جسدا حل بيننا رأينا مجد مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق ونحن من ملئه أخذنا. خلي بالك احنا خدنا نعمة فوق نعمة، ما كانش ينفع ناخد حق في الأول لأن الحق أجرة الخطية هي موت، هي موت، لكن احنا كنا محتاجين إلى نعمة. الحق قام معلن، الناموس بموسى واطي، الناموس الحق بيقول ايه؟ بقول أجرة الخطية هي موت، لكن أنا كنت محتاج لإيه؟ أنا كنت محتاج لمسيح يخرج عن صمت ويقول أنه هو الله الظاهر في الجسد الذي جاء لكي يفدينا من خطيانا. يا إخوة الأحباء، لم يقل الرسول هذه الكلمات في أصحاح 2 من رسالة فيلبي وعدد 5: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله، أعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجسو باسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع رب لمجد الله الآب، أن يسوع رب أي سيدا، يسوع سيدا لمجد الله الآب، لأنه هو والآب واحد. عشان كده خرج عن صمته ليعلن أنه هو الله الظاهر في الجسد الذي جاء لكي يفدي البشر. لكن إخوة الأحباء، خرج عن صمته ليعلن أنه هو ابن الله، ابن الإنسان الجالس عن يمين الله في العظمة. قال له كده هذه الكلمات: قال له يسوع أنت قلت، عدد 64: وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا: قد جدف، بمعنى أعلن أنه هو الله. ناس كتير يقول لك إيه، طلع لآية تقول أن المسيح قال أنه هو الله، ما هي هو رئيس الكهنة ده يعني أهبل بيقطع هدومه من غير ما يفهم؟ لا، ما هو فاهم. ده بقول له: هل أنت هو يهوى المسيح ابن الله؟ قال له: أنا هو وأنت قلت. ومش كده وبس، لكن أنا ابن الإنسان الجالس عن يمين العظمة. ما هو دي صفة الله يهوى في سفر دانيال أصحاح 7. في سفر دانيال أصحاح 7 من ألقاب يهوى الله المتجسد أنه قرب القديم الأيام في صورة ابن إنسان وأعطي سلطانا أن يدين. وأنا عايز أقول إخوة الأحباء، هو جاب له دانيال 7 وقال له أنا ابن الإنسان، وإيه رأيك؟ أنا هتشوفني، أنا من الأزل وإلى الأبد مكاني عن يمين العظمة. وهنا إخوة الأحباء، أليس هذا ما قاله الكتاب عن سيدنا له كل المجد في عبرانيين أصحاح 1:4؟ يقول هذه الكلمات 4 و5: بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة
صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. أين المسيح الآن إخوة الأحباء؟ إنه جالس عن يمين الآب، إنه هناك في بيت الآب، دخل كسابق لنا. وهنا ينهي الرب المشهد إخوة الأحباء، أنه خرج عن صمته ليعلن أنه هو الله الفادي، وأنه هو الله الجالس عن اليمين، وأنه هو الله الذي سيأتي ثانية لكي يأخذنا إليه. قال له من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. يا إخوة الأحباء، سيأتي الرب على السحاب. نعم، سيأتي الرب على السحاب. إنما يجعل قلوبنا تتهلل في هذا الصباح وتفرح إن آخر إعلان في العهد الجديد في رؤية 22 وعدد 20، نهاية الكتاب المقدس. ما هي نهاية الكتاب المقدس؟ ما قاله الرب هنا، نهاية الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بماذا ينتهي؟ لا ينتهي بدينونة ولا بجهنم ولا بعرش عظيم أبيض، مع أن هذه كلها حقائق، لكن هذه الحقائق لا تشبع قلب الله. لا يشبع قلب الله أنه هيرمي الخطاة الآثمين في جهنم. وأنا بختم رسالتي بقول إن كنت متدين لكنك تعيش في النجاسة، ارجع للرب، لأنه قريبا جدا سيأتي. رؤية 22 عدد 20 بيقول بهذا يقول الشاهد ها أنا آتي سريعا، والمؤمنين بيقولوا له أمين تعالى أيها الرب يسوع. وأنا عايز أقول الكتاب بينتهي بهذا المشهد وهو آتي على السحاب. نعم، ها أنا آتي سريعا. إخوة الأحباء، لما أصعد يسوع في السحابة إلى السماء في أعمال أصحاح 1 عدد 9، قال وهو صاعد 2 من الملائكة نزلوا والتلاميذ يشخصون لهذا المنظر الرائع، قالوا لهم كده أيها الرجال الجليليون ما بالكم هكذا شخصين؟ إن يسوع هذا الذي رأيتمه منطلقا إلى السماء سيأتي هكذا مرة ثانية. إخوة الأحباء، نحن نعيش في اللحظات الأخيرة وقد يفاجئنا الرب بمجيئه. دعونا كمؤمنين تعثرت خطواتنا نرجع إليه، دعونا كخطاة نعيش في الخطية نغتسل بدمه ونقبل إليه. هو قادم سريعا إخوة الأحباء، ونحن نعيش اللحظات الأخيرة. يساعدنا الرب في هذه اللحظات أن نأتي بقلوبنا منكسرة أمامه، لندرك هو جي من السماء، مات من أجلنا، القدوس مات من أجلنا، رغم أنه رفض من كثيرين. لكن أرجو أنك لا ترفضه في هذا الصباح، لكن أن تفتح قلبك فتقبله بتوبة حقيقية يغسلك من خطاياك. هو يراقبك، هو يستمع لأقوالك، لكنه أيضا هو ينظر لكل مؤمن ضعيف ليقيمه في هذا الصباح، وهو يذكرنا كمؤمنين أنه جاي تاني يخدنا إليه إلى بيت الآب. هل قلوبنا تقول له في هذا الصباح أمين تعالى أيها الرب يسوع؟ دعونا نسكب قلوبنا أمام الرب في الصباح، في هذا الصباح. كم قلوبنا يا رب تعظمك، وكم نفوسنا تمجدك. نقدم لك السجود والتعبد لأجل جلالك وبهائك ومجدك وغنى نعمتك ورحمتك ومحبتك. في محكمة الظالمين وقفت صامتا، ومع أنك أنت قاضي القضاء لكن حكمت من البشر الخطاة الآثمين الذين سقطوا وتنجسوا في الخطية. نحن نشكرك من كل القلب لأن هذا لم يسنيك عن أن تذهب إلى الصليب حاملا خطيانا. لقد تم المشهد يا رب الذي قاله عبدك بالروح القدس،
قبل مجيئك، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، كشاة تساق للذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. لكنت صامتا وأنت مزمع أن تقدم نفسك من أجل خطاة متدينين آسمين مزورين، لكن ما أمجدك، مت من أجل الجميع لكي تعطي للجميع خلاصا وحياة أبدية. أعطنا أن نمجدك، أعطنا أن لا نزدري عملك، أعطنا أن لا نزدري دمك، أعطنا أن لا نزدري شخصك، أعطنا أن لا نرفضك في هذا الصباح، بل أن تنفتح قلوبنا وتقبلك، فتدخل ربا ومسيحا تجلس على عروش قلوبنا، ثم ستأتي لتأخذنا إليك، هناك سنجالسك الأبدية كلها في بيت الآب. أعطي لسان حالنا كمؤمنين، أمين. تعالى أيها الرب يسوع، اقبل سجودنا وتعبدنا وشكر قلوبنا وحمدنا من الآن وإلى الأبد، آمين. حين أذرف الدموع وسلامي كلما خطب يروع، من فدى نفسي مخلصي يسوع. إن قوتي كلما قلبي يجوع ورجائي حين أذرف الدموع وسلامي كلما خطب يروع، من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو بري انطمت فوق الذنوب، هو ستري ان علت نفسي العيوب، هو نوري كلما الليل يؤوب، من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو بري انطمت فوق الذنوب، هو ستري ان علت نفس العيوب، هو نوري كلما الليل يؤوب، من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ربحي إن خسرت ماليا، هو أهلي إن طرحت نائيا، هو فرحي إن غدوت باكيا، من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ربحي إن خسرت ماليا، هو أهلي إن طرحت نائيا، هو فرحي إن غدوت باكيا، من فدى نفسي مخلصي يسوع. في سكوني وانفراتي ألتقي، يملأ القلب هناء ويري حبه السامي وكمل النفس فيه، من فدى نفسي مخلصي يسوع. في سكوني وانفرادي ألتقي، يملأ القلب هناء ويري حبه السامي وكمل النفس فيه، من فدى نفسي مخلصي يسوع. هو ذخري فيه كل ما أشاء، يا له ذخرا غداه في السماء،
هو من أجلي هناك في العلاء من فدى نفسي مخلصي يسوع وذخري فيه كل ما أشاء يا له ذخرا غدا لي في السماء فهو من أجلي هناك في العلاء من فدى نفسي مخلصي يسوع. الشمس غطت وجه النور انحجاب والأرض بظلم تصرخ وتقول السبب على الصليب على الصليب ابني الغالي مسمر بدالي على الصليب على الصليب لعنتها وارواح الشر رشفت من نقمتها وانا الخاطي اللي عصيت في ديني رحمتها على الصليب على الصليب لابن الغالي مسمر بدالي على الصليب على الصليب حتى اللي مات وأنت كنت صرختان لكن خطيتي موت الصلب كالفتان على الصليب على الصليب لابني الغالي مسمر بدالي على الصليب على الصليب ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب انك ترفع نفسي اليك بدخل عرش النعمة وبسكت
نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا كلمة تسبيحة، وفي قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة أرنم، تنطلق الكلمة تسبيحة، وفي قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي